بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا الى ملعب الراحل ميلود هتفي، هنالك في وهران مباراه الجزائر النيجر نصف نهائي كاس افريقيا للاعبين المحليين في حضور جماهيري غفير. طبعا هذه هي تشكيله منتخب النيجر الذي يلعب بجيبو في حراسه المرمى، غرب عبد الناصر سيكون على الجهه اليمنى، ابراهيم جيبو على الجهه اليسرى، سولاي وكاتاكوري في وسط الدفاع، البون عبد القادر ابو بكر وسيني، بنيامين موسى رفقة عبد العزيز إبراهيم وبوبكر أي نيكوي. طبعا لما تسمعوا أسماء مثل هذه يجب أن نذكركم بأن النيجر غالبيتهم طبعا مسلمين، هي جمهورية واحدة من جارات الجزائر، طبعا عاصمتها نيامي تقع في قلب الصحراء الكبرى، يعتبر الدين الإسلامي فيها هو الديانة الأكثر في المنتخب الجزائري بلباسه الأبيض طبعا على شارع يسار الشاشة. والنيجر محيوس مزيان يرفع الكرة خطيرة راسية والحارس أول كرة لا كرة بعيدة، عبد اللاوي بالراس لم يقدر خروج هنا من قبل الحارس فريد شعال الذي يستفيد من هذه بين مباراة أمام البرازيل ضد بولي آنذاك، وبولي كان سماه قيصر إفريقي. بحث عن إيمارانا سيني 33 سنة، جول كرة جول كرة جول كرة جول الراسية والحارس جيبو بروعة يتفوق في هذه جيبو على الجهة اليسرى يمر من أمام بالخيط، أوه رايح بالخيط أمام إبراهيم جيبو تفوق عليه هنا ويخليه محتفظ بالكرة، دراوي مازال محاصر والكرة تروح في التماس لزكريا ولعناصر المنتخب يعني إلى النادي الأهلي. كرة بعيدة قلت أحمد قندوسي على جهة اليسرى الانطلاقة والتوغل من عبد القادر أبو بكر والتغطية تخلع في توزيع الأرضية الخطيرة، دراوي ثم ميريزي كيسر جحا محيوس يا مزيان تسلل يا مزيان مزيان محيوس مزيان محيوس دياز ولد وعاش فيها أشهر الفنانين الجزائريين مثل دونفاد الركني. جول عبد اللاوي يهز الشباك، عبد اللاوي يفتح مجال التسجيل بعد خطأ من محمد وجيبو جول، جيبو لم يتمكن منها، أيوب عبد اللاوي افتتحها وسجل الهدف الأول ويهتز ملعب تزاك الداد والتوزيع الأرضية خطيرة خطيرة تسديدة يا دراوي رائع اللعبة هذه بين بالخيتر وقدام محيوس 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 فاتوا الكرة فاتوا راح سيني 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 والروعة في إخراج الكرة هذه كرة بعيدة وخطيرة بالخيتر دراوي لمحيوس بابا 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 التصيدة جول بابا 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 يا محيوس من أين لك هذه القوة يا محيوس؟ هدف ثاني في منتهى الروعة، كرة دراوي لمحيوس، كرة محيوس في الشباك وجول، هدفان مقابل صفر، رابع أهداف أيمن محيوس في هذه البطولة، هدف خطيرة والعوافي. أي 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 عن طريق جيبو والحكم يقول ركنية للمنتخب الجزائري. دويت مهوب كذلك. خطيرة جول. خطيرة من قندوز من اليوسف العوافي فوق راس محيوس الذي يسجل الثالث ويسجل خامس اهدافه في هذه البطولة. رائع الكرة ورائع الراسية محيوس امام الحارس.